بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي في تطبيق الوورد، منسق النصوص الأشهر عالميا، وهو تطبيق مايكروسوفت وورد. والفيديو ده بعنوان التباعد بين خلايا الجدول في الوورد. كثير ما نحتاج لإدراج جدول في الوورد، عمل انسرت كده الجدول، وعاوزين نعمل الجدول بتاعنا نخلي فيه تباعد بين الخلايا بتاعته، بين المحتويات بتاعته. ازاي نعمل؟ هل فيه الوورد بيسمح لنا بالامكانية دي ان احنا ننفذ التباعد ده بين الخلايا؟ فتعالى نبدأ كده نعرف ايه المعلومة دي وازاي نوصل لها في الوورد. انا عندي الجدول هو تم ادراجه في الوورد. اول ما بتضغط طبعا على الجدول بيظهر معانا هنا ادوات الجدول. ادوات الجدول في تصميم وفي تخطيط لاي اوت، فبروح على اللاي اوت ديت وبروح على حجم الخليه الجروب ده، واضغط على الاداه اللي هتظهر لي المربع الحواري، النافذه الحواريه بتاعه خصائص الجدول، وبروح على خيارات الاوبشنز دي، وهنا في التباعد الافتراضي للخلايا. هضغط على الشيك بوكس ده السماح بالتباعد عشان يعمل لي التباعد ده، يعني يبقى اكتف كده، وتبدأ تزود التباعد بتاع الخلايا الى المقدار اللي انت محتاجه، وبعد كده بتعمل موافق. وتعالى نشوف ايه اللي حصل في الجدول بتاعنا. هعمل هنا موافق، لاحظ تم عمل تباعد بين كل خلية والتانية في الجدول بمقدار الاتنين ملي بتوع السنتي دولت، نص سنتي ربع سنتي كده، اللي هو انا حددتهم معايا في الجدول، وبكده تم عمل المطلوب. طبعا ممكن حضرتك تزود، تعمل زيادة او نقصان او تحرير للكلام ده حسب حاجة حضرتك للأداة دي. من خيارات او خصائص الجدول، خيارات السماح بالتباعد، وتبدأ تتحكم في الكم المقدار السنتي او الملي اللي هو في المكان ده، وتعمل موافق وبعدين تعمل موافق. ده باختصار هو الوصول الى التحكم في تباعد الخلايا في الجدول، في اي جدول تيبلز كده في برنامج الوورد. شكرا لمشاهدتكم الطيبة، ادعمنا بمشاركة الفيديوهات، ادعمنا بالاشتراك في القناة، لو عجبك الفيديو اعمل له شير، ومنتظرين استفساراتكم وتساؤلاتكم ان شاء الله في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.